الله يسعدكم، طلباتكم دائما رائعة، طلباتكم دائما جميلة، طلباتكم كتيرة. مشان هيك أنا اليوم حنزلكم فيديو البيت هاللي كتير عم يطلبوها وعم يقولوا لي نحن ما عم نلاقي فيديو البيت، لأنه أصلا الفيديو طويل لمدة ساعتين. قسمت لكم الموضوع البيت الخاص اللي الكل حابب يتابعه، كيف نشيل الصور السلبية من داخلنا، والكل حيستفاد. يلا تابعوا الفيديو، والكل بدي اياه يشتغل على هالفيديو. هذا الفيديو حقه ملايين، حقه كنز كتير كبير لو تصالحتوا مع نفسكم وكنتوا ناس ايجابيين، ناس متسامحين، ناس بتحبوا الكل رغم قساوتهم عليكم ومتصالحين مع ذاتكم. صدقوني حتنتهى 70% من مشاكلكم. تقنية البيت، تقنية البيت اللي هي أساسية بكل علاج نفسي، بكل شيء بمشاكلكم اللي انتو بتكونوا تعالجوا نفسكم فيها بدون ما تحتاجوني ولا تحتاجوا إلا لوجهه الكريم. يلا حبايبي بدي اياكم تتابعوا خطوة خطوة. Hi girls and boys, please like and subscribe these videos for more fun videos and you can have more fun with us. And please subscribe and turn on the notifications bell so you don't miss any videos from us. Bye! سنة مضت، قمنا بعمل إنساني بسيط وصغير، لكن بعد عدة أسابيع تبين أن هذا العمل كان ذو قيمة كبيرة، ومن هنا كانت نقطة بداية ولحظة ولادة أشعل شمعتك. أشعل شمعتك نشرة النور والفائدة والسعادة والنصيحة لجميع أنحاء العالم، ومشينا على حكمة لكل مجتهد نصيب. فاجتهادكم ومحبتكم ودعمكم كان لأشعل شمعتك نصيب كبير ببقاء منارة تضيء درب البعيد والقريب. دعمكم المستمر والرائع والجميل يا أجمل شموع مضوية في أشعل شمعتك هو الإلهام ليوصل لجميع الناس وتستفيد من الوصفات الطبيعية الجميلة في بيتك. تطبيق أشعل شمعتك هو الوسيلة الاجتماعية التي قربت البعيد. عليك تحميل التطبيق وعلينا الإجابة لاستشارتك. وهلأ بدنا نحكي عن موضوع كتير كتير مهم، الموضوع اللي حكيت لكم عنه، كيف نشيل المشاعر السلبية من جسمنا، كيف بنقدر نتحكم لحنا بحالنا. أول شيء أنت شكلك وجسمك اللاواعي الداخلي اللي موجود بداخلنا لازم يكون نظيف، لازم يكون يحب الجميع، يساعد الناس، عنده سلام داخلي أبيض من جوا، مسامح العالم كله. لو إنسان شخص متقاتل أنت وياه سامحه، ما فيه شيء الدنيا، والله الدنيا فاينة. تصور أن أنت متخانق أنت وأحد وأنت بتحبه بس خلص متخانق أنت وياه ما بدك تحكي معه، وتوفى ومات هالشخص، قديش قلبك حيحزن بعدين. حاولوا أنكم تسامحوا الكل، اتكلموا مع الكل. هلأ شهر رمضان شهر فضيل، كلامك معه صدقة. شوف رب العالمين قديش حيعطيك حسنات وقديش انت حتكون الافضل عند رب العالمين. هاي المشاعر السلبية اللي احنا بتتراكم عنا بوعينا، هذا ما بحبه وهذا انسان فظيع وهذا انا بكره وهي البنت بتحسدني وهي بتضربني عين وهي، ترى كلياتها الموجودين حوالينا بيتكلموا بهالطريقة. احنا هون بدنا نشيل المشاعر السلبية اللي بتنتج عن تفاعلات حوالينا من الناس، من اخواننا، من اقرب الناس لنا. حاولوا انكم تبعدوا عن الناس السلبيين، مو نبعد عنهم نسكر باب بدنا نحاربهم، نبعد عنهم نحط حدود بيننا وبينهم. مرحبا كيفك انا بحبك الله يعطيك العافيه مشيت، مو ضروري دائما اي شخص بتقدر تحط الحدود بينك وبينه. انت اللي بتقدر تفرض احترامك ونفسك على الجميع، وانت اللي بتقدر تبهدل نفسك وتكون سلبي بعيون الكل الناس. كلمتك اللي عم تطلع من لسانك، نظرتك اللي عم تنظر للناس وعم يشوفوها حب وسعادة
وانك انت بتمني للكل الخير حيحسوا فيها لانك انت هيك. اما الحقد والنظرات البشعة لما بتطالع فيها الناس كمان الناس حيحسوا فيك لانك انت هيك. انت ايجابي حوالي كلهم لحالهم بيجوا الايجابيين، طلعت منك الكلام الرائع والحلو واللي بجنن اللي حواليك كلهم حتسمعهم عم يحكوا معك نفس الكلام، لانه انت طاقتك وذبذباتك الداخليه عم تعم على كل اللي حواليك. رفيقي وصديقي وهاللي حوالي طاقته ايجابيه وذبذباته ايجابيه عم تجيني انا لإلي. اما اذا ذبذباته فيه سلبيه وتفكيره كتير سلبي وعنده كتير مشاكل وانا جالسه بس اسمع له انا حاخذ من مشاعره ودخلها لداخلي ولجسمي وانا اتاثر فيها وحاتعب منها وعبين ما نظفها شوفوا شو بده يصير فيني. لذلك حاولوا انه دائما تكونوا عم متعلمين التنفس الطاقي. التنفس الطاقي هو اللي دائما حيحميكم من كل السلبيين اللي حواليكم. والتنفس الطاقي عطتكم يا بعد الفيديوهات وبقدر نسحب نفسه بنعد 7 على ايدينا 7 ثواني بعدين 7 ثواني بنعمل هذا 7 مرات قبل ما نطلع بنحصل نفسنا بالقران بالاحاديث الرسول الكلمه اللي بتحكيها مثلا والله العظيم فلان الفلاني سوري غبيه او اي كلمه ما بحب احكي كلمات سلبيه اي كلمه سلبيه انتم بتعرفوها هذا هاي صفاتك مش صفاتها هي انت عم تحكي عن صفاتك انت عم تسب الناس انت عم تسب نفسك انت عم يطلع من داخلك هذا الشيء وعم تورجي العالم مين انت مشان هيك انتبهوا على القصص هاي وهلا نحن حنبلش لكم لاني انا حاسه قديش طولت يعني حاسه هلا وصلت ساعه وانا ما بدي اطول كثير عليكم جيبوا ورقه وقلم وسجلوا معي شو بدنا نتصرف والفيديو الثاني انا عم جهز لكم اياه اعمل لكم فيه مونتاج عم احط لكم تامل تسترخوا بعرف يمكن نخلص راح نرجع الحمد لله بجوز رجع النت بس انا ما بعرف عن اي جمله انا وقفت يا ريت تشوف لي على اي جمله انا وقفت مشان اعرف من وين شوفي بس الكلمة معلش وقف عندي النت ما بعرف شو صار بس هلأ رجعت لايف بس عطوني هيك دقيقة لشوف أي كلمة أنا وصلت لها أحياناً بينقطع النت وما بكون منتبهة يعني انتبهت بعدين أنا معلش سوري طيب نحن ما بين معي انا قديش لحعيد انه المشاعر السلبيه كيف نخرجها يلا جيبوا ورقه وقلم وحنبلش حنحاول نستعمل الربت شايفين الربت هذا الربت عنا عده نقاط احنا سجلوا عنا نقطه هي بسموها الكاراتيه نقطه الكاراتيه هي نقطه الكاراتيه اوكي عنا نقطة الحاجب اوكي شايفين يعني هلا انا عم علمكم سجلوا مشان لكم هلا شو بدنا نعمل عنا نقطة جانب العينين نمسك هيك جانب العينين في عنا نقطة تحت العيون هي المحاضرة اللي هلا عم بعطيكم اياها انا بربع ساعة او ثلث ساعة حتروح لكم اشياء كثيره سلبيه هي المحاضره بيعرضوا عليها بالالاف كي يحضروها الناس وما بيعطيو سوري وما بيعطوهم مثل ما عم بعطيكم اياها انا هلا ادعوا لي وادعوا لبابا بالرحمه انا ما بدي منكم غير هيك عنا منطقه الانف شايفين منطقة الأنف؟ عنا منطقة الذقن عنا المنطقة القلب الصدر أو الترقوة عنا منطقة تحت الباط شفتوا كم نقطة عطيتكم؟
عنا نقطة أعلى الرأس، هنمسك إيدينا بهالطريقة ومنطقة أعلى الرأس. أوكي؟ لما بتختنق عنا المشاعرنا، تختنق داخلنا ولحنا بدنا نعالجها، بدنا إياها تظهر، بدنا إياها تطلع، وبتتلخبط مع عدة مشاعر. يعني إذا إحنا هلأ بدنا نتكلم إنه بدنا نشيل مشاعر الخوف مننا، إجاني كتير من الأسئلة اللي هن خايفين، خايفين من مرض، خايفين من منطقة عالية، خايفين من الوسواس القهري، عندهم خوف، عندهم وسواس قهري، عندهم نظافة زيادة، عندهم عندهم عندهم. على حسب الكلمة، هلأ أنتوا حتسجلوا، أنا هعطيكم كلمة الخوف، هتستبدلوا كلمة الخوف بالجمل اللي هعطيكم إياها بالسلبيات اللي أنتوا بدكم تخرجوها من داخلكم ومن جسمكم. أوكي؟ بدنا نعالج مثلا الخوف. طيب خلينا نحاول نقيس القوة المشاعر تبعنا. شلون بدنا نقيسها؟ بدنا نتخلص منها، نعمل تنفس، بدنا نفكر بالخوف اللي احنا بنخاف منه. من شو انا بخاف؟ مثلا انا مثلا بنزعج من شعوري بالخوف. خليني انا احكي على انا مثل ما بدي اعطيكم اياها، وانتوا بقى شو بتحسوا؟ عندكم قلق، عندكم توتر، عندكم وسواس قهري، عندكم خوف من مرض، عندكم خوف من اب، خوف من ام، خوف من اخ، هذا كلكم بتشيلوه وبتصيروا اقوياء، لانكم انتوا عم تنظفوا جسمكم من كل شيء سلبي. اوكي؟ خليكم معي خطوه خطوه. خلينا نحسب من 1 لـ10 اللي احنا عندنا مشاعر سلبيه. ماشي؟ طيب المشاعر السلبيه حنغمض عيوننا، حنحاول انه نعيش اللحظات اللي بتجينا من الخوف. شو اللحظه اللي انا بخاف فيها من الخوف؟ خليني اجيب اللحظه، يمكن من 10 سنين تجيب اللحظة، يمكن من 20 سنة، يمكن 25 سنة، يمكن من يوم ما كنتي بطن أمك. حاولوا تجيبوا اللحظة اللي خفتوا منها، لأنه كل شيء أنتم أثر فيكم بنكون عايشينه، يمكن كان عمرنا سنة أو 2 أو 10 سنين أو 15 سنة، صار في معي صدمة عصبية عاشت معي طول عمري، أو تعلمت كلمات من أمي وأبي مثلا يا كذا، وانتم بتعرفوا الكلمات السلبية اللي بتعلموها الأطفال، وكبرت معي وصرت أولى لزوجتي أو أولى لزوجي، وصار جوزي هو يتعلم مني وصار يرد لي اياها، هاي كلها هذا كلمات سلبيه بس عايشه فينا. هي نقدر احنا نشيلها من مشاعرنا السلبيه الداخليه بهالطريقه اللي عم قلكم عليها. حنحط احنا مثلا هلا حنشتغل وحنقول قديش صرنا بالنسبه، قديش وصلنا بالمشاعر السلبيه بالنسبه. حناخذ تنفس، حنعمل استرخاء، وانا علمتكم الاسترخاء، ناخذ تنفس وبعدين نحبسه قد ما اخذناه، وبعدين نرد نخرجه لحتى نحس حالنا عنا استرخاء كامل خلاص. ولحنا مغمضين عيوننا لازم حوالينا يكون شموع، مضفين الكهرباء كلياتها، يكون حاطين موسيقى رايقه، هاللي ما بيحب يسمع موسيقى يحط اناشيد رايقه هيك يكون تردده حلو، هاللي ما بيحب لا هي ولا يحط البحر، يخرج يتامل بالبحر، يعملها على البحر، يخرج على شي وادي على شي جبل، كل هالقصص هاي بتمشي معهم. كل واحد شو شايف شيء مناسب له واللي هو بيرتاح له. مثل انا ناس ما بحب اطلع مثلا اماكن جبليه، بحب جلسات البحر اكثر. مثل في ناس ما بيحبوا يروحوا على وديان او نهر، بيحبوا الجبليه اكثر. شو انتم بتشوفوا نفسيتكم من جد؟ انا دائما بسمع ناس بيقولوا انا اول ما بطلع على الجبل بحس حالي طايره، لانه شعورك ما بيزبط الا هناك. مشان هيك انت حاول انك من جد تروح تطير وتشيل المشاعر السلبية، انت ضربت عصفورين بحجر واحد. طيب هلأ بعد نحن ما استرخينا، انتو هلأ ما عم تسترخوا، انتو هلأ عم تسجلوا، سجلوا بالضبط مشان تحفظوا انا شو بدي منكم. بعد ما استرخينا وخلاص اخذنا تنفس وسمينا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما في احسن منا، لانه باسم الله، اسم الله تردده كتير عالي. منقول بسم الله، منعمل الربت هلا، ومنركز على اشياء. اول شيء منركز على الكاراتيه، على هذا المكان او على هذا المكان. اوكي؟ شو بنقول؟ على الربت اللي بالكاراتيه اللي قلت لكم سجلوه. رغم انزعاجي الشديد من الشعور بالخوف، لكن لدي القناعه بان هذا الشعور حقيقي وموجود فيني. اوكي؟
بعيد. رغم انزعاجي الشديد من الشعور بالخوف، لكن لدي قناعة بأن هذا الشعور حقيقي وموجود فيني بداخلي. بنرد من عمل مرة تانية. رغم هذا الشعور بالخوف ورغبتي، أنا رغبانة إني أعمل شيء لأرتاح منه، لأخف منه، خليني إلكن إياها مثلا باللغة العربية. رغم شعوري بالخوف ورغبتي بعمل أي شيء لتخفيف منه، لكنني أتقبل نفسي تماما وأمسحها وأقدر عليها كثيرا. شو معنات هالكلام؟ إنك أنت متقبل، أنت عم تتفق مع اللاواعي تبعك، أنت متقبل الشيء هذا اللي فيك، أنت ما عم تنكر، هو لأنه موجود فيك، بس أنا عم حاول شيله. ماشي؟ ردوا اكتبوا الجمل اللي عم بعطيكم إياها مشان تعرفوا تقروها. رغم هذا الشعور بالخوف ورغبتي بعمل أي شيء للتخفيف منه، لكني أتقبل نفسي تماماً. أنا بحب نفسي. إذا أنت ما حبيت نفسك ما حدا هيحبك. هلأ أنت ونفسك، أنت مسكر الباب، مشغل الشموع، مشغل صوت موسيقى هادية، الشيء اللي بتحب أنت تسمعه هادي، وجالس أنت ومع نفسك. أغلى شيء نفسك، نفسك مشان تقدرها وتدللها وتقدر تعطي، لازم تدير بالك عليها وتحبها وتسعدها مشان تقدر تعطي. وفي ناس اللي قالوا لكم انت بتحب حب الذات، هذا أنانية، إلا يا عم خليك انت لا تحب ذاتك وتصطف لبراحتك. انت لما بتحب ذاتك وبتحب شخصيتك وبتحب نفسك هتقدر تعطي كتير للي حواليك. بس إذا بتكره نفسك مشاعرك السلبية هتلم كل اللي حواليك. أوكي؟ بعد ما خلصنا منطقة الكاراتيه وحكينا هالجملتين، هلا شو بقول؟ أشعر بالخوف، أشعر بالخوف، أشعر بالخوف، شايفين؟ أشعر بالخوف، أشعر بالخوف، أشعر بالخوف، أشعر بالخوف. أنا فعلاً أشعر بالخوف، أنا فعلاً أشعر بالخوف، أنا فعلاً أشعر بالخوف. أحياناً يسيطر علي شعور قوي بالخوف، أحياناً يسيطر علي شعور قوي بالخوف. من شدة الشعور بالخوف أكاد أحياناً أن أفقد السيطرة على مشاعري. من شدة الشعور بالخوف أكاد أحياناً أن أفقد السيطرة على مشاعري. أحياناً يسيطر علي الشعور بالخوف، أحياناً يسيطر علي الشعور بالخوف، أحياناً يسيطر علي الشعور بالخوف. وإذا بدكم التنتين بتساووا، أحياناً يسيطر علي الشعور بالخوف. وإذا في حدا قدامكم هو يساعدكم بالعلاج، أنتوا بس تسترخوا وهو يقول هالجمال ويضرب لكم على الأماكن الربط هاي. أوكي؟ طيب، لكني في الواقع أشعر بالخوف، لكني بالواقع أشعر بالخوف. هلأ لحنا خلصناها، أوكي؟ لحرد نعيدها مرة تانية. أنا عم عدلكم ياها، نحن ما بدنا نعيدها هي. يعني مثلا نقطة الحاجب، هلأ بدنا سجلوا، هلأ حنغير درجة كلمة بالإعادة، نحط النقطة عند الحاجب مثل ما حكينا. أول شيء أنا أدرك تماماً وجود هذا الشعور، يعني بس ما بنذكر الخوف، وجود هذا الشعور المزعج. أوكي؟ نساوي هيك. أنا أدرك تماماً وجود هذا الشعور المزعج، أنا أدرك تماماً وجود هذا الشعور المزعج. حتى وإن كنت لا أحبه، حتى لو كنت ما أحبه، حتى لو كنت ما أحبه. طبعاً إحنا تكلمناها باللغة العربية، جبت لكم إياها مشان كتير في من إخواننا، مشان مغاربة، ومشان يقدروا يسجلوها مظبوط. هلأ تحت العيون، هلأ ما زلت أشعر فعلياً بالخوف، ما زلت أشعر فعلياً بالخوف.
ما زلت أشعر خوف فعليا بالخوف. طيب لا أعلم كيف يكون حالي عندما يختفي شعوري بالخوف. لا أعلم كيف يكون حالي عندما يختفي شعوري بالخوف. لا أعلم كيف سيكون إحساسي عندما تغيب كل هذه المشاعر المزعجة. لا أعلم كيف سيكون إحساسي عندما تغيب كل هذه المشاعر المزعجة. فأنا لازلت أشعر بالخوف. فأنا لازلت أشعر بالخوف. فأنا لازلت أشعر بالخوف. فأنا لازلت أشعر بالخوف. أتمنى أن أجد نفسي يوما وقد تخلصت من هذا الشعور. أتمنى أنتوا حتحسوا هلا، شوفوا أنا عم بعملها خطوة خطوة معكم، حاسة بجسمي وحتقولوا لي كلياتكم شو حسيتوا، وحيروح منكم الخوف. أتمنى أن أجد نفسي يوما وقد تخلصت من هذا الشعور المزعج. طيب هلا احنا شو بدنا نعمل؟ شوفوا هلا حنقيس مشاعرنا، مشاعرنا اللي احنا قسناها وشفناها لو قديش نقصت، قديش نقصت من العشرة. كل واحد فيكم يعمل هالتجربة ويجيب ورقة وقلم. أنا كنت خايف مرعوبة، أنا أول ما ذكرت هذا الخوف كنت مرعوبة، في عندي رعب من هذا الخوف، عندي رعب من قصة صارت معي في يوم من الأيام، ارتعبت. لما هلأ ارجع نفس القصة تذكرها، شوف شعورك قديش بتعطي نفسك، 5 من 10، 4 من 10، 3 من 10، قديش شعورك؟ معناها انت ما وصلت 0 من 10، ما وصلت 0. شو بنرد منعمل؟ بنرد منحاول ومنعيد الكرة مرة تانية، منقول بس تتغير الجمل، سجلوا مظبوط. رغم اني لازلت حتى الان اشعر بالخوف، رغم اني شوفونيك كنا نقول اشعر بالخوف، رغم اني لازلت حتى الان اشعر بالخوف ولدي اسبابي الخاصة، لذلك اتقبل نفسي تماما مع وجود هذه المشاعر، ومن حقي ان اشعر بالخوف، فهي مشاعري. انا هلا عم بتصادق مع اللاواعي، فهي مشاعري وانا لست وأنا هي مشاعري أنا، هي مشاعري أنا، وهي ما مو مشاعر الآخرين، لأنه أنا عم بتحكم بمشاعري أنا وعم أقول له للواعي أنا وياك، وهي ما دخل بمشاعر الآخرين. مع ذلك أتوقع مستقبلا أن أسيطر عليها بدلا أن تسيطر هي علي. سجلوها كلمة كلمة ورددوها، هي كتير مفيدة لمشاعركم وللاواعي، لأن اللاواعي كتير حيتصادق معكم. منرد منعيدها مرة تانية بس هي على الكاراتيه. رغم وجود بقايا من الشعور بالخوف وقد أستحق ذلك، أستحق ذلك، لكنني أرغب في قرار نفسي أن أطلق سراح هذه المشاعر الحبيسة في داخلي، وأتخيل أنها راح تخرج ولا أضطر لحملها معي من لكل مكان، إن شاء الله حتخرج. وعلى أي حال فأنا أقبل نفسي تماما مهما كانت الظروف. منرد منقول ثالث مرة، إحنا هنيك إنا أول خطوة ثاني خطوة، هلأ هون في إلى 3 خطوات، هاللي بيصير في عنده شوية مشاعر ما وصل للزيرو، لأنه أنت مشاعر خوف عندك كتير تقيلة، رغم وجود آثار من ذلك الشعور بالخوف، فإنني أجد في قرارة نفسي رغبة ملحة بأن أكون من الناس الأصحاء، أن أكون من الناس يعني الأصحاء اللي إنه ما بيخافوا، أوكي؟ ولست بحاجة إلى هذا الحمل الثقيل، وسأشعر بالفخر عندما أفقد شعوري بالخوف. بعد ما خلصنا الكاراتيه نجي على نقطة الحاجة، لازلت أشعر بالخوف. هنيك إحنا شو قلنا؟ أنا أشعر بالخوف. هلأ تغير الكلام، لأنه نزلت نسبة الانزعاج والحالة السلبية اللي أنا فيها. لازلت أشعر بالخوف، هلأ حقلكم إياها بسرعة مشان ما ياخذ وقت معنا. لازلت لدي بقايا من الشعور بالخوف،
لدي أسباب كثيرة تجعلني أشعر بالخوف. أنا الآن أريد أن أتخلص من الشعور بالخوف لأنني لم أعد أحتاج تلك المشاعر إطلاقاً. حتى وإن كنت لدي رغبة بمعاقبة شخص ما، فإن هذا الشخص ليس أنا. هاي عند الترقوة، أوكي؟ عند الترقوة، معلش أنا لخبطت، أوكي؟ لحعدلكم إياها. حتى وإن كان لدي رغبة بمعاقبة شخص ما، فإن هذا الشخص ليس أنا. لدي استعداد أن أتعلم كيف أتخلص من كل شعور الخوف. شايفين؟ أنا أتقبل نفسي، أنا أتقبل نفسي عندما أشعر بالخوف، ولكني الآن أريد أن أطلق سراح هذه المشاعر وأتخلص منها. مريت من عيد بس بكلمات جديدة، حتى لو لم أدرك كيف أفعل ذلك، حتى لو ما بعرف، حتى لو أدرك، فإنني لا أرى أي داع لحمل هذه المشاعر معي أينما ذهبت. وحتى لو كان لدي مبررات كثيرة، فإنني تعبت من حملها معي دائما. أنا لا أعلم أن الشعور بالخوف يجرني إلى الوراء، ولهذا أريد أن أتخلص من هذه المشاعر. يكفي أنني حملت هذه المشاعر كل هذه المدة ولا زلت أعيش حياتي والحمد لله. ذهني مفتوح وجاهز للتخلص من الشعور بالخوف. ذهني مفتوح وجاهز للتخلص من الشعور بالخوف. أنا أتقبل نفسي حتى عند شعوري بالخوف، ولكني أريد الآن أن أتخلص من هذه المشاعر، فأنا لا أحتاجها أبداً. هلأ آخر نقطة، نقطة الحاجة. حتى لو كنت أستحق الشعور بالخوف ولدي كل المبررات لأشعر بالخوف، حتى لو كنت أستحق الخوف، الشعور بالخوف، ولدي كل المبررات لأشعر بالخوف، لكني قررت الآن أن أطلق سراح هذه المشاعر لترحل وتتركني. سعادتي غادرة بقدري على التخلص منها. سعادتي قادرة على التخلص منها. أنا سعيدة، من حقي أن أقرر التخلص من الشعور بالخوف نهائيا. من حقي أن أتخلص من الشعور الخوف نهائيا. لا داعي أن أعاقب نفسي الآن، وقد قررت من الآن فصاعدا أن لا أشعر بالخوف أبدا. لا أستطيع التخلص من هذه المشاعر الآن ما دمت أرغب في ذلك. من حقي أن أحدد مشاعري بنفسي، من حقي أن أحدد مشاعري بنفسي. هلأ قيسوا، هلأ بدي إياكم تقيسوا مشاعركم وتلاحظوا إنه من جد نقصت. هتقولوا إيش، شو صار معنا؟ هتلاحظوا مشاعركم نقصت بطريقة مش طبيعية، بس ما شاء الله. أي شيء مع أطفالكم، مع رجالكم، معكم أنتوا، أي شيء بهالطريقة من قيم المشاعر السلبية، إذا شفتوها ما انشالت بتردوا بتعيدوا المرحلة الثانية اللي تشوفون عليها، اللي عدناها 3 مرات وبتسجلوها. ليش قلت لكم سجلوها على ورقة؟ إذا شفتوها بتردوا بتعيدوها. رغم أنني كنت أشعر بالخوف منذ وقت طويل، لكن السعادة تغمرني، والآن لقدرتي على حماية نفسي بشكل أو بآخر والحمد لله. هاي اللي احنا كتبناها. بنرد منقول، رغم أنني كنت أشعر بالخوف من زمن طويل، ولكني أدرك وجود مبررات لشعوري بهذا الخوف. رغم أنني كنت أشعر بالخوف، ولكنني أدرك أن هناك وضعاً أفضل وأقدر ذلك في نفسي. هلأ شو صرت أتكلم نفسي كلمات إيجابية. هاي المرحلة، هاي الخطوة الثالثة،
لما بمسك المكان الكراسي وسجله ثلاث خطوات. هي الخطوة الثالثة لما بشوف في أثر لسه. إذا ما لقيتوا في أثر ما في داعي تستخدموا هاي، استخدموها للوقاية، ما عندكم مشكلة. شو حنحكي هلا؟ حنقول هذا الشعور بالخوف لا يبدو مؤذيا كالسابق. رح امسك نقطة الحاجة. هلا عم بتكلم، انا اتفقت انا واللاواعي وحسيت انه نزلت عندي الشعور بالخوف. يعني هلا بقوم انا بنزل، بطلع من البرندة وبنزل، ما عندي، انا ماني خايفة، ما بيهمني. بشوف الحرامي دخل بقوم بضربه، ما بيهمني. اي شيء الخوف اللي انت بتشوفيه، إنسانة أنت موسوسة، عندك وسواس قهري، بتنطفي، عم تنطفي، عم تشتغلي، سلم عليكي حدا، جبتي معقم، عقمتي، ليكون معه جراثيم، ليكون في معه حساسية، هذا هلا بينقل لي المرض، هذا مدري شو بيساوي لي، هذا طلع فيني بجوز نتر لي شيء، يمكن راسي في أمل، هذا يمكن مصيبة، هذا الوسواس القهري مصيبة. ما بقدر اجلس بالحمام، فوت على التواليت إلا لليفه وعقمه وكل شيء، ما بقدر لا يقعد يجيني شيء جرثومة. هذا الوسواس القهري مرض، وفي ناس بيجيهم جلطات دماغية عليها، في ناس بيصيروا مجانين عليها. ترى انتبهوا، اللي معه هيك من حدا من معارفكم استعملوا له هاي الطريقة، حتروح منه بإذن الله تعالى. وحاولوا الشغلة اللي انتوا بتخافوا منها روحوا لها، بعد ما تعملوا هذا التمرين روحوا جربوا نفسكم، شوفوا لساعتكم خايفين، لساعتكم خايفين، رجعوا ساووها. ما تقولوا بكرة جلسنا ساويناها ما استفدنا شيء. هل اللي بده يروح يلعب رياضة يا جماعة اللي بده يروح يلعب رياضة مو بيوم وليلة بيصير له عضلات. بروح بسجل اليوم بالنادي، بكرة بقول ما صار لي عضلات، يضربوا هنا وهالنادي. لا، انت بتقعد 3 شهور 4 شهور 6 شهور احيانا لحتى يطلع لك شقفة عضلة. اوكي، هلا المرحلة الثالثة حكينا، اول مرحلة انك انت تشعر بالخوف، حكينا المرحلة الثانية اني انا عم ساعد نفسي شيل الخوف، حكينا هالمرحلة. هلا المرحلة الثالثة، هذا شعور بالخوف لا يبدو مؤذيا كالسابق. يعني انا هلا صرت عم بتصالح معك، الان يمكنني ان اقرر التخلص من هذا الشعور. خلاص انا عندي قرار هخلص من هذا الشعور، ايجابي، شوفوا كله ايجابي. اوكي، أنا لدي القدرة على التحرر من هذا الشعور، أنا عندي قدرة أني أتحرر من هذا الشعور. أنا قررت الآن أن لا أشعر بالخوف على الإطلاق. أنا قررت الآن أن لا أشعر بالخوف على الإطلاق. ربما كان هذا الشعور مهما لي في الماضي، هذا الشعور كان مهما لي في الماضي، وربما كان الهدف منه حمايتي. شوفوا كيف الكلمات، هاي الكلمات بتخليك توازن، ماشي؟ ولكن حان الوقت الآن للتحرك إلى الأمام والتخلص منه إلى الأبد. هاي منطقة التربور. لدي مشاعر أخرى كثيرة أستحقها، لدي مشاعر أخرى أستحقها. أوكي؟ أنا أستحق التخلص من الشعور بالخوف، ويسعدني تحقيق ذلك. أنا أستحق التخلص من الشعور بالخوف، ويسعدني تحقيق ذلك. الحمد لله. هلأ لحنا اللي بده يجي يقول أنا وصلت، بده يحسب هلأ، يقيس مشاعره كيف صارت، يغمض عيونه، يرد يعمل هيك تنفس، يحس بنفس القصة اللي حس فيها، يشوف شو هو، شو الدرجة اللي خاف منها، ولا كيف حيستقبلها. انت لما اذا ابتسمت من هالخوف اللي كنت كتير متضايق منه ومعصب منه، معناته انت تخلصت من الشيء هذا اللي بدك اياه. نفس الجمل اللي عطيتكم اياها تسجلوها، ترى انا اختصرت لكم اياها بطريقة، هذا البيت تقريبا فوق 200 صفحة، وإن شاء الله أنا عامل المحاضرة اللي بده يحضرها وياخد فيها شهادة موجودة بإذن الله. يقول لي وأول ما بتتجمعوا كلياتكم أنا حاعطيكم المحاضرة كاملة. هذا طبعا جزء جدا جدا صغير من المحاضرة البيت. إن شاء الله كل واحد عنده شعور بالقلق، شعور في ملاحظة بيقول لكم يعني معلش، لو أنت عندك قلق
ودخلت بدك تشيل القلق من داخل جسمك، وقمت بطريقك شفت في كمان خوف. ما بتقدر تعالج الاثنين مع بعضه. اذا انت في عندك مشكلة مع شخص ولما فكرت فيه بدك تقيم هذا الشخص من داخلك، بس هذا الشخص بتحبه في حب، معناته اللي احنا بنقيم مشاعر الحب اللي مسيطرة علينا منه لهذا الشخص، بعدين نشيل المشاعر المشكلة اللي بيني وبينه مشان ما اخسر. فهمتوا علي كيف نتصرف؟ يعني مو شرط انه انا بشعر بالخوف معناته ما عندي مشاعر سلبية غير الخوف، لا، انا بدي اشوف انا عم افكر شو بدي اشيل المشاعر السلبية مني، شلتها وانا عم اشيلها جاني مشاعر تانية، جاني مشاعر تانية وانا حسيت فيها مثل قلق، مثل توتر، مثل كره، مثل قلة محبة لحدا، مثل قلة بكره حدا، بكره فلان، بكره هذا، لازم تشيلوه بالاول. لازم تكونوا ابيض من جوا، اذا ما صرتوا ابيض من جوا ما في شيء بينجح معكم. بعدين شو الفايدة اذا ما كنتوا بيض؟ لك شو الفايدة الحسد؟ شو فايدة ضيقة العين؟ شو فايدة الحكي على الناس؟ شو فايدة الحكي على العالم؟ والله ما لها فايدة. لك الدنيا ورقة على فكرة، ولو حدا زعل مني ولو حدا سبني انا بقعد بضحك، الله يسامحه. لك الله يعطيك الف عافية، انسبتك الي على فكرة، وحكيك علي هذا فايدة الي، وانت ما نقدريان. ماني مهتمة انا للقصص، انا انسانة ايجابية بحب الحياة، والحياة اللي بيعرف قيمتها بحب الناس كلها، وحتى الناس اللي ما بتحبني انا بحبها، ومسامحة كل الناس. وهلأ شهر رمضان المبارك، وانا والله كنت كتير مشغولة، بس لغلاوتكم عندي ولكثرة اسئلة مشان المشاعر ومشان رمضان وغذاء رمضان، عملت لكم هالساعتين هدول كرمالكم. ادعوا لي وادعوا لبابا بالرحمة، الله يرحمه ويجعلنا سوال جنة، وان شاء الله شهر رمضان يا رب يا رب يبلغنا فيه، والله يعطينا قوة على عبادته وطاعته، ورب العالمين هيك يطلع فينا ويرزقنا ويرزقكم، ويخلي الإيجابية بيني وبين أصحابي كلياتهم، كل اللي بعرفهم، كل المقربين لإلي ومن أهلي ومن اللي حوالي، وجميع المسلمين وجميع كل الناس اللي بعرفها من إخواننا المسيحية وإخواننا الشيعة، وكل الناس اللي أنا كلكم بحبكم، أنتوا كلكم حياتي، أنا كل الناس عندي من كل الكتب السماوية عندي أصحاب ورفقات، وكلهم بحبهم بمستوى واحد، لأنه أخلاقهم وإيجابيتهم معمم علي، عاطيتني طاقة كتير حلوة، والحمد لله ما عندي ولا أحد سلبي لحتى أحكي عليه، وأنا ما بحكي عليه. لو أنت سلبي الله يهديك والله يسامحك، وأنا مسامحتك دنيا وآخرة لو حكيت علي. إن شاء الله لقائنا الثاني بعد العيد، رح أطول عليكم بالمباشر، بس إن شاء الله إن شاء الله حنلتقي على العيد ونحن حاملين هالة قد الدنيا كلها، حاملين طاقة تسع الجميع، حاملين طاقة إيجابية تحب الكل، نقدر نعطي كل الناس بإذن الله تعالى. يعطيكم ألف عافية، وكل عام وأنتم بخير، وأي أسئلة قلت لكم سجلوا لي إياها وأنا ما حقصر معكم إن شاء الله. بس في شغلة بدي لكم إياها، ريماس ريتاج حابين يسلموا عليكم بنوتاتي، شو رأيكم؟ بدي أقول لكم كل عام وأنتم بخير، تعالوا مامي، وإن شاء الله الفيديو الجاي بتكونوا كل السلبيات طايرة من عندكم. هاي، وهي بنوتاتي الحلوين، هاي بنوتي ريماس وهي بنوتي ريتاج، ياي روحتوا لنا الضوء. يلا سلم. هاي عيد رمضان مبارك، كل عام وانتم بخير. هاي كل عام وانتم بخير، ان شاء الله يكون هذا كان فيديو ماما، ان شاء الله استفدتوا منه كثير، ولا تنسوا اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير. انتبهوا لا تنسوا مثل ما قلت لكم ريتاج، وانت شو بدك تقولي لهم؟
مثل ريتان؟ لا انت لازم تقولي. واي شيء ماما درست منيح، اي شيء ما عرفته بس ان شاء الله تكونوا عارفين، اي شيء ما فهمته ولا شيء بس روحوا على الكومنت وقولوا لماما شو النقطة اللي ما فهمتوها وحتعيت لكم اياها ان شاء الله. طب انت بتعرفي تجاوبيهم؟ لا. لا مو هذيك الساعة كنتي عم تعلميني. ايه بس شوي، بس انتي اشطر، فاي واحد في نقطة ماما ما يعني عملتها مزبوط بس واحد ما فهمها بتعد له اياها تحت. اه هي ماما عملت كتير مزبوط. ها انتبهوا انتبهوا بس اذا انتوا يعني. الله يسعدك، يلا قولي لهم باي باي. وانت جوزي ما بدك تسلم؟ بتسلم صح؟ يلا سلم. طيب يلا سلم بصوتك. كل عام وانتم بخير. يلا يقلكم جوزي كل عام وانتم بخير. Are you sure that you-